يعني البنت كانت عارفه ان امها بتخون ابوها مع شاب اصغر من قال لها هفضح انت وابوك. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحه: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي بطلتها البنت الجميلة دي، اسمها مايا، بنت زي القمرة. على فكرة البنت دي لها متابعين كتير جدا على التيك توك، أكتر من 300,000 واحد بيتابعها. بتقدم إيه بقى؟ مكياج، برفانات، أدوات، حاجات حريمي، مشهورة جدا ولها متابعين بقول لكم 300,000. مايا دي لها ام، مايا على فكره في العشرينات، امها اسمها نسرين، عندها 46 سنه، متجوزه وعايشه الاثنين، يعني مايا كبيره فمنفصله عنهم وشغاله على التيك توك، وابوها وامها عايشين مع بعض. الام رغم ان عندها 46 سنه اتعرفت على شاب اسمه حسين عنده 21 سنه. نسرين اتعرفت على حسين، هي عندها 46 سنة وحسين 21 سنة، وظهرت قصة حب مش عارف واحدة يمكن ده أصغر من يعني من دور بنتها مايا، يعني حسين ده أصغر من بنتها مايا، لكن الأم اللي اسمها نسرين اللي عندها 46 سنة حبت حسين وقعدت 3 سنين في علاقة جنسية كاملة، وللأسف كانت مايا عارفة، يعني البنت كانت عارفة ان امها بتخون ابوها مع شاب اصغر من بنتها. حسين ده اصغر من بنتها، وعاشت معاه الام يعني مع شاب عنده 3 سنين على علاقة جنسية كاملة والزوج ما يعرفش. لغيت البنت ما كلمت امها، قالت لها وبعدين يا ماما انا خايفة ان بابا يعرف وخايفة ان الناس تتكلم عليك. امها قالت لها انت خايفة على نفسك، انت عشان بقيتي تيك توك يعني شغال على التيك توك وبقت ليك اسم ومتابعين، انت خايف على نفسك، انت عمرك ما فكرت فيا، انا تعبانه وحسين هو الحاجه الوحيده الحلوه في حياتي وهو اللي بيحسسني بانوثتي، جوزك ابوك راجل كبر وانا مش قادر اعيش معاه. فالبنت سكتت ولقت ما فيش فايده. بعد شويه الاب شعر ان مايا مراته بتخونه، فابتدى يضيق عليها الخروج. فالام اتصلت بحبيبها حسين، قالت له بقول لك يا حسين ربنا سترها لغايه دلوقت، جوزي حاسس ان في حاجه وابتدى يراقبني وانا خايف، اعمل معروف كفايه 3 سنين كل اللي بينا انتهى. حسين رفض، قال لها لا مش بمزاجك انا بحبك. قالت له انا من دور امك. قال لها افتكرت دلوقتي ان انت من دور امي، اما من 3 سنين ما كنتيش من دور امي، انا بحبك ومش قادر استغنى عنك. قالت له دي اخر مكالمه بينك وبين يا حسين، خلاص خلص. حسين يعمل ايه بقى؟ حسين كانت اثناء ما بيعاشرها معاشره جنسيه في شقته كان مصورها على الموبايل ومقاطع فيديو اثناء الممارسه، راح بعت لها المقاطع دي وقال لها خلي بالك يوم ما تفكر تسيبيني انا هنزل المقاطع دي على التيك توك عشان افضح بنتك اللي هي مشهوره جدا على التيك توك، وهبعت الفيديوهات دي لجوزك علشان يعرف مراته بتخونه بقالها اكتر من 3 سنين معاي، وعايز 3000 جنيه استرليني انا كنت صرفتهم عليك، هدايا وزيارات للمطاعم وخلافه. حاولت تستجدي عشان خاطر يا حسين تفكر لي حاجه حلوه يا حسين، دي كانت غلطه مني وغلطه منك يا حسين. قال لها لا. البنت لقت ان الواد مصمم على الكلام ده، كلمت بنتها الحقيني يا ماي خير يا ماما؟ قالت له يا حسين بيهددني
عايز مني 3000 جنيه استرليني اجيبهم منين، وبيهددني بفيديوهات وصور. قالت لها يا ماما انت كنت بتتصوري معاه؟ قالت لها هو اللي كان حاطط الكاميرا في اوضه النوم وانا بعاشر وما كنتش اعرف. ابتدت مايا تكلم حسين، سيب امي عشان خاطر يا حسين وده غلط وكفايه كده يا حسين. قال لها هفضحك انت وامك. تعمل ايه مايا بقى؟ على فكره الجريمه دي مايا وامها نسرين دول باكستانيين وعايشين في لندن، وحسين باكستاني، يعني الموضوع كله عالم عايشين في لندن لكن باكستانيين، مايا ونسرين وابوهم وحسين. المهم حسين حاول ان هو يبتدى ينفذ في تهديداته، فمايا تعمل ايه بقى؟ خايف على امها وخايف على الفضيح ونهارها التيك توك وكل ما يتكلموا عن مايا المشهورة اللي في واحد نشر لامها صور وفيديوهات وتبقى فضيح. راحت اتفقت مع 6 من اصدقائها، قالت لهم يا جماعة خدوا الفلوس اللي انت عايزينها وخلصوني من حسين. بالفعل ابتدى 6 دول برضو باكستانيين يراقبوا حسين لغاية ما لقوه في يوم من الايام مسافر على الطريق ومعاه ابن عمه اسمه عمر. خلوه ماشي وراحوا جابوا عربية كبيرة وراحوا ضيقوا عليهم الطريق واجبروه ان هو يترك الطريق، وفضلوا يجروا وراهم بالعربية لغاية ما العربية دخلت في شجرة وانقلبت. في الوقت ده حسين اتصل بالنجدة، الحقوني في ناس بيطردوني وفي ناس عايزين يموتوني، وبعد كده انقطعت الاتصالات تمام. جه بلغ للشرطة ان في عربية دخلت في شجرة متفحمة. لما راحوا مكان العربية لقوا ان هي العربية اللي كان بيصب فيها اتصالات استغاثة بالنجدة، وان فيها 2 ميتين، حسين تفحم تماما وابن عمه اللي كان معاه برضو تفحم تماما. ابتدوا بقى يراجعوا الاتصالات التليفونية من خلال الموبايل بتاع حسين وبتاع عمر اللي كان راكب معاه، عن طريق شركة الموبايلات قدروا يتوصلوا للرسائل، لقوا ان في رسائل بتهديد مبعوثة لنسرين ورسائل تهديد مبعوثة لبنتها مايا وفيديوهات لنسرين وهي في حالة جنس كامل مع حسين. تم القبض على الأم وعلى بنتها بتهمة ان في اشتباه ان هم اللي نفذوا نتيجة التهديدات، بالضغط عليهم واعترفوا وقالوا ايوه احنا فعلا اللي حسين كان بيبتزنا وكان بيهدد امي بالصور، وانا استعنت بمجموعة من اصدقائي لكن هم ما عملوش حاجة والقضية تمت او الجريمة تمت بعيد عنه. لكن لما تم القبض بقى كان معظمهم شباب عندهم 22 سنة، شاب اسمه عمر وجمال وشاب تاني اسمه رئيس وثلاثة آخرين من جنسيات مختلفة، لكن كلهم أنكروا التهمة تمام. لكن الأم فعلا قالت أنا خططت ورتبت وفعلا كنا ناويين نتخلص منه، بس إحنا مش اللي عملنا كده، إن الموضوع ده تم صدفة. طبعا الكلام ده غير مقبول في الشرطة الإنجليزية. الأم حاليا مايا، البنت كمان نسرين وأمها مايا حاليا في قيد التحقيقات. الأب عرف وشاف الفيديوهات وتأكد من خيانة زوجته فطلعها. الفضيحة دي بقيلها فترة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة أن مايا شخصية مشهورة جدا ويمكن جمالها وشعبيتها خلاها حديث السوشيال ميديا. الأم الآن بتحاكم هي وبنتها ومعها 6 باكستانيين لكن بينكروا التهمة تماما، لكن كل المؤشرات بيقول إن هم اللي قتلوا حسين وابن عم. لكن هنقول إيه؟ أدي المشي الغلط ولله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.